وتحرك الذهول وتحرك الذهول رئيسي الحقائق مع انتاج ام الزبار مع مؤسستي هجن ام الزبار. سلام لوجين سلام محمد بن برقان بن مقارح يقدم هذه البطلة يقدم في اول اشواط الشيوخ. هجن ام الزبار تنتزع الشوط الرئيسي انتزاعا لتهدي هذا الناموس لجماهير ام الزبار لجماهير الشحانية في كل مكان. سلام لوجين سلام اول اشواط هجن اصحاب السمو والسعادة الشيوخ باسم لوجين. سلام لوجين سلام سلام لمحمية أم الزبار سلام سلام لمحمية إنتاج أم الزبار وسلالة الوعب الغدرة. ولوجين تختطف رئيسي الحقائق وسلالة الوعب وعب الغدرة. سلام يا أم الزبار سلام تهانينا والناموس. من اللي مشارب راح مشارب ومن الانتاج الخاص هذا من الانتاج الخاص من المختبر يا اخواني من المختبر مشارب 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 مشارب. الله ولد ولد البصير والام من يا اخواني حيوها الام نوايد صاحبة الكوس الكوس الكوس. الله ماركة في اي بي يا اخواني هذه الماركة في اي بي ولد البصير. الله والام نوايد الناموس 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 لهجن ام الزبار على فوز مشارب في هذه اللحظات. أم الزبار المحنك المحنك يقدم لنا سلاطين سلاطين ومهرة مهرة وسلاطين الأمتار الأخيرة ولكن مهرة مهرة. هجري أم الزبار هجري أم الزبار الصارم محمد بن بخيت بن برقان يقدم لنا مهرة مهرة بكل ثقة بكل ثقة. يحضر الصارم بهذا الحضور الكبير بهذا الحضور المشرف كعوايد هذا شعار كعوايد هذا شعار وسلالة هياض ولد سياف. تهانينا والف مبروك لهجري ام الزبار الى هذا الانتاج النادر الى هذا الانتاج الفاخر. تهانينا والناموس لهجري ام الزبار على انتزاع مهرة لناموس هذا الشوط. الناموس والانتصار شجاع وصايك وجميل. هجن ام الزبار هنا في معركة من اجل هذا الناموس المسائي المميز وهذا التاريخ المشرف. صايك على الصدارة جميل على المركز الثاني شجاع على المركز الثالث ولكن صايك صايك لهجن ام الزبار بقيادة علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق ينتزع الناموس ويحقق هذا الانجاز وهذا الناموس المشرف مع صايك. ولكن الله العابر وصل العابر وصل العابر مع اللحظات الأخيرة ولكن صايك يا صايك يا صايك صايك ينتزع الناموس ويحقق هذا الإنجاز. تهانينا وألف مبروك لهجن أم الزبار سلالة هياضي ولد سياف. محمد بن مدثر في المتابعة المركز الثالث ربدة ربدة وصلت هنا بأيضا شعارها العين خالد قادمة مع المركز الثالث مندفعة وبمتابعة بن عمارة المركز الرابع نتابع. ولكن نعود نعود إلى المقدمة وإلى صراع المقدمة هنا مع رهف رهف اللي غيرت غيرت رهف لهجن المرخية. محمد بن مدثر بن أحمد بن جاد اللي على المركز الأول على المقدمة على الصدارة انتزعت الفوز انتزعت الناموس بهذا الفوز المستحق مع هذا الانتصار. رهف 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 تهانينا تهانينا لهجن المرخية تهانينا لهجن المرخية على فوز رهف على هذا الفوز والانضم لها محمد بن مدثر على هذا الفوز والانتصار.
مع التحيل ومع شعار هجني ام الزبر، ولكن المركز الثاني مع مهدي لا هدوء في هذه الامطار، لا هدوء يا الصعاق. يتقدم الصعاق مقدم لنا شعار هجني ام الزبر بانطلاقة مهدي، مهدي والدحيل، الدحيل ومهدي، والامطار الاخيرة، الامطار النهائية ما بين الصعاق وما بين بن جرحب، ولكن مهدي 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 والصعاق لا يهدى، لا يهدى عن الانجازات، لا يهدى عن كتابة التاريخ العريق. سلام سلام يا مهدي سلام، تهانينا والناموس لهجني ام الزبر. مشاركة ايضا، وصول جديد هناك، نتابع القدوم هناك من مزين لهجن ام الزبار وبقيادة زيد بن محسن بن ديلة، لكن نعود الى الصمود تقوم راس وتنتهي راس، ما شاء الله تبارك الله على ادائها، 10 على 10 يا الداب، 10 على 10 بهذا الاداء المتميز مع الصمود هجن ام الزبار حمد بن محمد بن جرحب المري، من قادها الى خط النهاية معلنة الفوز متكررة الانجازات. يا السلام بهذا الفوز والانتصار، الصمود مرحبا بقدوم الصمود وتهنية على هذا الفوز والانتصار، تهانينا على هذا الفوز، ساعة الوصول الى خط النهاية تهانينا. نهاية حاملا لشعار هجن ام الزبار حمد بن محمد الجرحب، ولكن عبر في هذه اللحظات تيمور بهذا القدوم بهذا الانطلاق مع اللحظات المثيرة بقيادة الصارم، من يقدم تيمور بشعار هجن ام الزبار محمد بن بخيت بن برقان، من يقدم لنا هذه الانطلاقة من تيمور على مقدمة الشوط، البطل المتوج الذي حقق ناموس هذه الانطلاقة، تهانينا لهجني ام الزبار، وتهانينا لمضمرة محمد بن بخيت بن برقان، مشكور يا الصارم على هذا التقديم الرائع والجميل لتيمور في هذا المساء في هذا المهرجان الختامي، تهانينا والناموس لحظة وصوله الى خط نهاية، بينما المركز الثاني كان النادر من هجني ام الزبار حمد بن محمد الجرح. مع رابع الاسماء لسعد شيخ محمد بن عمار بن حميد بن راشد النعيمي، ولكن اعود الى البداية والى الصدارة، الى البداية هناك الانطلاق الاول سلسبيل لسعد شيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني حمد بن طالب بن عمارة، يقدم لنا سلسبيل بهذه العروض المميزة. ثانيا تواقه هجن ام الزبار زيد بن محسن بن طيثاب الانديلة، ولكن اعود مع البداية سلسبيل مع الفوز مع الانتصار لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني وحمد بن طالب الجربوعي، من قدم لنا سلسبيل، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني على هذا الفوز وعلى من يتابع في عملية التضمير، ولكن هجن ام الزبار تقدم لنا انطلاقة الفارق من غير الى الصدارة مع المركز الاول، يا سلام صدارة الشوط لهجن ام الزبار سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري، من يتابع لنا الفارق، ولكن المركز الثالث باعوس لهجن ام الزبار يضمر علي بن سالم الصعاق، ولكن والم عاد الى الصدارة الى المركز الاول بدون اوامر عصاف الابطان بشعار هجن البشاير جاسم بن قبيلي المحاربي، من يتابع للانطلاقة والم مع الصدارة، سلام والم سلام، تهانينا والناموس لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد مالك وداعم هذا الشعار، مشكور يا جاسم بن قبيلي المحاربي، من يقدم للانطلاقة والم، سلام هجر البشاير على هذا الأداء المميز. يا
ما شاء الله وتبارك الرحمن على صوت الجهاز بدأت الأوامر المباشرة. ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه النوعية. ما شاء الله اذكر الله على هذا الحضور المشرف. طارت هيبة 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 من هجن المرقاب تقدم العروض الفنانة، تقدم العروض الرائعة بهذا الأداء الجميل في هذا المساء في هذا المهرجان. هذه هيبة اللي ما تبغي العصا طارت بالناموس بالحضور الجميل. سلام 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 إلى هجن المرقاب على هذا الفوز على هذا الانتصار مع هيبة اللي قدمت عرض مثير في اللحظات المثيرة. وتهانينا لسعادة شيخ فلاح بن جاسم الثاني على هذا الفوز والانتصار من هيبة، وتهانينا لمضمرها سعيد بن حمد الوهيبي. بينما الأمتار الأخيرة حشيم ومخلف، مخلف وحشيم، ولكن غير حشيم إلى البداية، انطلق إلى المركز الأول لهجن الزبار بقيادة وحضور علي بن سالم بن متعب الصعاق الذي تواجد بالمركز الأول وقدم لنا هذه الانطلاقة وقدم لنا هذا المستوى المميز. 200 متر الأخيرة هي المتبقية من زمن وعمر هذه الانطلاقة، وهذا هو البطل يظفر ويحل بالمركز الأول بطلا لهذه النتيجة وحضور الرفيع ومستوى كبير بهذا الانطلاق الرائع. المركز الثاني حضر في هذه اللحظات نم الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري المحنك يدفع لنا بهجن نم الزبار، وكذلك الشعلة حاضرة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني بن عمار. بينما عود إلى مقدمة الشوط هنا إلى جود من أثبت تواجد هذه المؤسسة، إنجاز تلو إنجاز وحضور مشرف في كل المهرجانات لهذه المؤسسة الكبرى، لهذا الانتاج الفاخر، تألق في هذا الموسم لهذه المؤسسة الكبرى هجن أم الزبار. وبمتابعة أحد فطاحلة التضمير أحد العمالقة من قادم شيرب في الشوط الرئيسي يدفع لنا بجود لتحقق هذا الناموس وهذا الانتصار لهجن أم الزبار. مع هذه الثلاثية المميزة ما بين كادي الشحانية تعاون أي صراع من أجل الناموس. انطلقت كادي تعاون تحضر بشكلها المميز القادمة بهذه اللحظات. أجل أم الزبار زيد بن محسن بن طيثاب بن انديلة بن انديلة بن انديلة انطلق على المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام مع هذا الأداء ممتاز. تعاون يا تعاون اجل ام الزبار من تابع لنا زيد بن محسن بن طيثاب بن انديلة رجل الامتار الاخيرة. تهانينا والناموس على هذا الانتصار تعاون بطلة هذا الشوط. المركز الثاني كادي وشعار اجل ام الزبار محمد. أم الزبار زيد بن محسن بن انديلة، وأيضا وصلت بروق لسعد شيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم الثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. ولكن الصدارة والبداية القصيرة مع الفوز والانتصار لسعد شيخ سلطان بن جاسم بن فهد بن جاسم الثاني راشد بن علي بن سعيد البريص المري. وتحركت أسهيل قادمة هجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان يغير مع أسيل، غيرت وانطلقت إلى البداية أسيل لهجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان. القصيرة تعود اللحظات الأخيرة أسيل القصيرة وأسيل الله 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 أسيل والقصيرة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود الثاني يقدم مهابة من تحقق الناموس والانتصار بالعرض المميز والكبير.
الخير يا سلام مع الانتار الاخيره ما شاء الله، مهابه 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 تحقق الناموس والانتصار، مهديه سعاده الشيخ علي بن خليفه بن علي بن سعود ال ثاني هذا الناموس والانتصار، تهانينا على هذا الفوز، سلام يا مهابه سلام من تحقق الناموس والانتصار، مؤكد هذا الحضور المميز والكبير من شعار سعاده الشيخ علي بن خليفه بن علي بن سعود ال ثاني من يقدم هذه النوعيات المميزة والكبيرة، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لسعادة الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني على اختطاف مهابة ناموس هذا الشوط، المركز الثاني وصلت. وتبارك الرحمن لا زال يسيطر، لا زال يهيمن، لا زال محتلا للبداية، ونبراس غير، نبراس انطلق إلى المركز الأول بشعار وحبور سمو شيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة سعد بن محمد بن حمد آل صافية الذي يتواجد الذي يلقب بالسريع، ذهب بالانتصار، ذهب بالسلام إلى من مملكة البحرين الذين أعلنوا التواجد والحضور القوي والمشرف، تهانينا والف مبروك لمالك هذا البطل، شعار وانطلاقة سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة من تابع وقدم لنا هذا البطل سعد بن محمد بن صافية. يتابع الرياضي لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني، كذلك وتابع مهرة لسعادة الشيخ علي بن خليفة الثاني، بينما يقين الأربعمائة متر الأخيرة تقدمت هنا يقين وحضرت بهذا الشعار الكبير بحضور أحد عمالقة التضمير بن عمارة، من تابع لنا يقين في آخر الأمتار لتأتي بالعروض الكبيرة لتحقق هذا ناموس وهذا الانتصار بكل جدارة وبكل استحقاق. وتابع كذلك الحضور من قبل الرياضية، بينما يقين أتت بالخبر اليقين لهذا الشعار وتهدي هذا الناموس لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني. ولكن غادروا الضيوف الحاضرين من مملكة البحرين من المنامة، من المنامة انطلقوا في هذه اللحظات الهندوانة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا بن صافية، أداء مميز ما شاء الله سعد بن محمد بن صافية المري من تابع لنا الهندواني وشعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، بطل 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 بن صافية ما شاء الله عليه، هذا هو الأداء المميز، أداء أسطوري 100 متر نهائية أخيرة أخيرة، سلام الهندواني وسلام إلى البحرين وشعار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سعد بن محمد الصافي المري من تابع لنا المركز الثاني شعار.